الرحيم أعزائي مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. نتواصل معاكم من السنغال في حلقة خاصة جدا وتغطية لمباراة مصر ونيجيريا. الآن بيقام مباراة الجزائر ومالي، الجزائر متقدمة على مالي حتى الآن بهدفين مقابل لا شيء، في مفاجأة كبيرة جدا جدا. كل المتوقع أن مالي هي أقوى فرق المجموعة، وده يدينا دافع النهاردة إن شاء الله كمصريين أن احنا نتوسم خير في لقاء نيجيريا، ويبقى دافع لعبتنا. منتخبنا الوطني النهاردة بيمثل لحراس المرمى مسعد عوض، قدامه على اليمين محمد هاني، ثلاثة في القلب رامي ربيعة، رجب نبيل ومحمود حمدي ومحمد حمدي باك ليفت لاعب النادي الأهلي. قدامهم اثنين، محمد فتحي وكريم نيدفيد. محمود كهربا بيبتدي النهاردة مع رمضان صبحي، وقدامهم حسين رجب استرايكر مهاجم وادي دجلة. ده تشكيلة منتخبنا الوطني النهاردة اللي فضل الكابتن حسام البدري ان هو يبدأ بها اللقاء في تحفظ شديد. بيلعب بثلاثة ورا، رامي ربيعة مع محمود حمدي مع رجب نبيل، عايز يأمن قلب الدفاع مع الطرفين زي ما قلت محمد هاني ومحمد حمدي. اتنين قدامهم في نص الملعب، محمد فتحي لاعب نادي الإسماعيلي وكريم نيدفيد لاعب منتخب مصر، مش عايز أقول أندية. وقدامهم أيضا مصطفى كهرب، محمود كهربا ورمضان صبحي، وقدامهم حسين رجب بيلعب مهاجم وحيد. كل أمنياتنا بالتوفيق من استاد كارولاين فاي بمدينة سالي بالسنغال. بنتواصل معاكم زي ما احنا شايفين جالية مصرية كبيرة هنا متواجدة مع منتخبنا الوطني، حتى السفارة كانت متواجدة، يمكن جابوا تيكت كتير جدا لكل السنغاليين اللي متواجدين على اساس ان هم يدخلوا يشجعوا منتخبنا الوطني. شايف روح النهارده كويسه. نبتدي بشيخ الازهر الموجود هنا واللي كان بيقول خطبه الجمعه، يعني بنقول لك ان شاء الله المكسب، يعني كاتب يافطه جميله، سننتصر المصريين بسواعد واقدام ابنائهم، تحيا مصر. يعني بنتمنى بقى الفوز النهارده، وبنتمنى النهارده تشجيع منكم طول المباراه. انتوا شجعتوا قبل المباراه اللي فاتت، لما المباراه اشتغلت كله سكت. لا بالعكس، مين قال الكلام ده؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خير خلق الله اجمعين، كلنا هنا على قلب رجل واحد. حتى هنا في بعض السنغاليين متعاطفين معنا، ان شاء الله نتعاشم ونامل ان يقدم المنتخب المصري الاولمبي، وهو من خير شباب مصرنا الكريمه، ان يقدم لنا اليوم مباراه تليق بسمعه مصر، مباراه تليق بمكانه مصر. يا رب التوفيق ان شاء الله، وامنياتنا ان منتخبنا يفوز وتشجعونا النهارده بقى. والله انا يعني متفائل ومتوسم خير لهم ان شاء الله، يعني ان شاء الله. معاكم متواصلين مع الجاليه المصريه المتواجده هنا، يمكن في بعض جاليه كبيره. دكتور ياسر طمنا عليك. الحمد لله. مباراة صعبة النهاردة؟ إن شاء الله. إن شاء الله مش هتكون صعبة علينا. مش هتكون صعبة إن شاء الله. يعني طبعا في جالية زي ما قلت كبيرة جدا، وفي السفارة. ناخد السفارة الأول، أنا شايفك النهاردة عمال تشتري تذاكر وعمال توزع التذاكر، وحضرتك من السفارة المصرية مجهود كبير جدا جدا مع سيادة السفير. أنت عارف إن هو مش من النهاردة، من يوم ما جيت وحضرتك والدنيا كلها، والحمد لله نتمنى يا رب كده، يعني إيه النهاردة نسهر سهرة جميلة. والناس كلها تفرح طبعا يا رب. وزعت التذاكر؟ الحمد لله توزعت عدد كبير جدا. كم تذكره؟ لا كتير، انا شاري اكتر من 100 تذكره غير التذكره. طبعا يعني كل الناس اللي بتوع السنغال دول معايا. لا لبنانيه، سنغاليين دخلوا بالالات الموسيقى وكده. وفي ناس لبنانيين جايين، وجالية مصرية زي ما انت شايف جاي من اخر الدنيا. السفير جاي النهارده؟ لا السفير عنده حضور احتفالية مهمة. كان متواجد الماتش؟ كان متواجد طبعا، كان متواجد في التدريب. كنا موجودين انا وسيادة السفير امبارح في الاجتماع مع كابتن حمادة. مجهود رائع وبحييك عليه. اشكرك. ودايما كده اشكرك، ونتمنى يا رب نفرح النهارده. يا رب التوفيق، والناس كلها تفرح يا رب. يعني انا عارف زي حضرتك. الله يخليك يا شجاع. الحمد لله طبعا ان شاء الله بالتوفيق. نعمل النهارده. لا ان شاء الله. شايفك سرحانه وواقفه كده. خايفه؟ لا طبعا ان شاء الله، انا واثقه من الفريق بتاعنا، وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. عايزين تشجيع جامد. لا ان شاء الله، احنا المباراه دي الجزائر كنا عاملينها هيصه جامده، وان شاء الله قلت له ساعه الماتش كله سكت. لا ان شاء الله بالتوفيق. حد السر بالتوفيق ان شاء الله. بشكرك. يعني انا شايف المجموعه دي كلها كده، دي مجموعه من المصريين شغالين هنا في السنغال، مش عايز اقول بقى بيعملوا ايه. ها من غير ما اقول. لا من غير ما اقول. مرحب. اسمع ابو عظيم محمد مصطفى من مصر لوكسور. وجاي ان شاء الله نشجع الفريق ان شاء الله، ونامل ان شاء الله نكسب الثلاث نقاط ان شاء الله عشان نصعد النهائيات. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. محمد جوده من اسكندريه.
ان شاء الله نتمنى ان احنا نكسب ان شاء الله النهارده باذن الله. ان شاء الله اتمنى المكسب لمنتخبنا ان شاء الله باذن الله وبالتوفيق. ان شاء الله المكسب 2-0 ان شاء الله باذن الله. يعني متوسمين النهارده ان احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. المباراه صعبه؟ لا مش صعبه ان شاء الله الرحمن، طول ما معانا فريق مصر ان شاء الله الرحمن مش صعبه باذن الله. بس صعبه ان شاء الله. جاي يشجع مصر ان شاء الله نكسب 2-0 ان شاء الله. صاحبك ده ولا ايه؟ شغال معاك؟ جايبه معاك؟ ايوه. مسيطرين يعني؟ ايوه. ايجيبت هنا مصري ان شاء الله. ايجيبت وين تو ان شاء الله؟ تو ان شاء الله. ان شاء الله. سنغالي ها؟ ياش خلف سنغالي خلف مصري. نص سنغالي ونص مصري. نص خلف سنغالي خلف مصري والله. نص ونص. اسلم مصري هنا. مصري هنا. مصري خلي براسه. لا ان شاء الله نكسب. ان شاء الله. لا نيجيريا احنا زير كسبت 2 وان شاء الله مصر تفوز 2-0 ان شاء الله. مصطفى فتحي وكهربا ان شاء الله. مصطفى فتحي هيبدا يعني مش بادي المباراه وخلاص رمضان صبح ان شاء الله. وان شاء الله حرس المرمى بصعد معوض يجيب اهداف. اهم حاجه نفوزوا ان شاء الله. ربنا يوفقنا ان شاء الله. دعوات ان شاء الله. والله دعوات ان شاء الله. المغربي برضه جاي يشجع مصر. مغربي هو حكم بمناسبه المغربي شقيقه حكم المباراه اليوم مغربي. نتمنى يبقى وشك حلو ووشه حلو علينا ان شاء الله. ان شاء الله يشجع مصر ان شاء الله. ضروري العروبه بتنقح علينا ان شاء الله. بقول لك العروبه بتنقح علينا ان شاء الله. مغربي تتكلم مصري؟ ما انا معاشرهم. ما انا ما احنا شغالين بعد خلاص اتفرمت. يعني بنرحب بيك واعتقد زي ما بنقول مع الاخوه المصريين متواجدين هنا مباراة مصر ونيجيريا محتاجة النهاردة تشجيعكم بصورة كبيرة جدا. إن شاء الله إن شاء الله مصر هتفوز إن شاء الله وربنا معاهم واللعبة إن شاء الله هيكونوا في أحسن مستوى أحسن من الماتش اللي فات إن شاء الله. وإحنا نتمنى كده إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. عم عبد الناصر ده العمدة. مرحبا. ده العمدة. ده العمدة بتاعنا. الله يخليك يا مرحبا. قهوة المصريين. الله يخليك يا عبد الرحمن الأبنودي. مرحبا. عبد الرحمن الأبنودي هنا. أهلا فيك يا مرحبا. مباراة إن شاء الله نكسب. إن شاء الله نكسب إن شاء الله. إن شاء الله. شيل باللوتر. إن شاء الله بالبلتوزر يا عم. قول لي في ناس مصريين جالية مصريين؟ في قد إيه إحنا كم هنا في السنغال؟ هنا في السنغال هنا في المطار هنا حوالي 100 واحد في المطار. وفي ناس تانية موجودة في دكار بيجوا من دكار لهنا بس هم ممكن في الطريق برضو هيجوا الوقت. يعني متوقع كم واحد يبقى ممكن ان شاء الله مش اقل من 300 واحد النهارده. يا رب. مع السنغاليين في ناس سنغاليين في معانا سنغاليين برضو هيجوا يشجعوا. يا رب. ان شاء الله نكسب ومصر وتحيا مصر وتحيا. عايز الناس كلها تسجل عشان ما حدش يزعل مني. يقول لي انت مزعل. لا تحيا انتوا المره اللي فاتت. تحيا مصر والله. كل ماشي يا زميلي. انتم منورين والله النهارده واحنا مبسوطين جدا ان انتم موجودين معانا وان شاء الله نص مصر. معاكم عايز اقول حاجه ان احنا تقريبا اتصلنا بالناس. احنا رغم ان احنا اتصلنا بالناس دي كلها ومتصلين بالناس كتير بس خلي بال حضرتك اللي بيسمع اسم مصر مش مصري بيجي يشيل العلم ويجي يعني بيتمنى يتلزق في مصر. دي مصر. تمام. دي حقيقه والله. يعني انا تقريبا متصل باغلب الناس بس الناس جايه كلها مش عشان حد اتصل او مجهود سفاره او مجهود اي حد. ده حبا في مصر. يا رب يا رب ربنا يكملها. ده بس اعزائي المشاهدين متواصلين معاكم. هناخد فاصل نشوف كابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني قال ايه في المؤتمر الصحفي ونتواصل مع الناقد الرياضي ايهاب الخطيب بعد الفاصل.